الحقيقة طبعا يحسب على الجريدة مثل هذا الأمر، لأن جريدة يفترض مهنية وكبيرة مثل الشرق الأوسط أن لا تلجأ إلى أسلوب من هذا النوع فيه تضليل وفيه كبركة للمعلومات وغيرها من الحقائق. طبعا الشعب العراقي يغضب وغاضب جدا من هذا الأمر، وكلنا غاضبون، وأنا شخصيا أعلنت استقالتي من العمل في الجريدة لهذا السبب، لأنه أولا لا يمت الحقيقة بصلة وبعيد عن المهنية، وتكرار مثل هذه الأمور الحقيقة يعطي رسائل سلبية لكيفية التعامل الإعلام العربي مع الشأن العراقي. نحن حاولنا كإعلاميين عراقيين نعمل في الإعلام العربي أن نقلل من الضرر الذي يأتينا من جزء كبير من هذا الإعلام، أن نقدم صورة بديلة للعراق عسى أن تأخذ حيزها لدى الجمهور العربي، ولكن أحيانا ننجح وأحيانا نفشل بسبب أحيانا ضغوط وخلط الأوراق التي تحصل هنا وهناك، والتي قد يعني تحول أحيانا دون وصول الرسالة الإعلامية بشكل واضح وكامل إلى المشاهد والقارئ العربي. طيب.